عايز اروح من المانيا الى انجلترا واسالك على المشكله الابرز هذا الاسبوع ما بين يورجن كلوب ومحمد صلاح، كيف نظرت لهذه المشكله؟ أعتقد أن هذه الأمور أمور عادية في كرة القدم. العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب دائما ما كانت تتسم بأنها علاقة طيبة، هي تفاصيل بسيطة وأمور بسيطة قد تحدث في كرة القدم، قد يكون هناك اختلاف في بعض وجهات النظر، هذه هي الحياة وهذه هي كرة القدم. ولكن أعتقد أن الثنائي قدم أمورا كثيرة في السنوات الأخيرة. صلاح نجم كبير واستطاع أن يفوز بالعديد من الألقاب مع ليفربول، الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وكذلك يورجن كلوب الثنائي قدم مسيرة مذهلة لليفربول. أعتقد أن هذه الأمور من الوارد أن تحدث في كرة القدم بين لاعب ومدرب، وأعتقد أنها أمور بسيطة لا سيما بعد هذه السنوات من التعامل بينهما. طيب لو سألتك هل من الممكن أن يدخل ريال مدريد أو برشلونة في مفاوضات مع ليفربول لضم محمد صلاح بنهاية الموسم؟ أعتقد أن الأمر من الممكن أن يحدث. أنت تتحدث عن كرة القدم وكل السيناريوهات تبقى مفتوحة، الجميع بالتأكيد يرغب في الحصول على خدمات صلاح، هو لاعب رائع، لاعب استثنائي، سنوات عديدة في أوروبا يقدم مستويات رائعة ويحافظ على نفس المستوى، ولهذا أعتقد أنه أمر طبيعي.